جميلتان لماذا لا تأتون معي إلى أرض اليمن لتتمتعوا بالماء العذب والشجر المثمر والأنهار الجارية بدلا من هذه الأرض الفقيرة؟ يا نسمة الريح، أنت تتنقلي من أرض إلى أرض باستمرار، وذلك يجعلك لا تدركين معنى أن يكون للواحد منا وطن يحبه. فارحلي أيتها النسمة مشكورة، فنحن لن نبدل أرضا ولو كان جنة على الأرض بوطننا، ولو كانت الأجواء فيه قاسية والطعام فيه شحيحا.